السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم راح نحضروا بسكوي رولي، لكن راح نوريكم الطريقة اللي يستعملوها أصحاب المحلات باش يتحصلوا على بسكوي يكون رقيق بزاف وفيه عدد الدورات كبيرة. لمقادير وصفة اليوم نحتاج عندنا 130 غرام من الفارينة أو الدقيق الأبيض، نحتاج أيضا 100 غرام من السكر العادي، 4 حبات من البيض، 25 غرام من الزيت، 5 غرامات من الخميرة الكيميائية و5 غرامات من الفانيلا. بالنسبة للحشو تستعملوا أي حشو أنتم تفضلوه، أنا اخترت معجون أو مربى المشماش وقليل أيضا من كريمة الزبدة. نجوز مباشرة لطريقة التحضير. راح نبدأ الآن في أول مرحلة، راح نأخذ قطعة ورق ونغربل عليه كل المكونات الجافة. راح نأخذ فارينة، الخميرة الكيميائية، ونضيف عليها ايضا الفانيلا. هذه الخطوه مهمه بزاف، تعودوا دائما يعني تنظموا العمل تاعكم في المطبخ، لازم تغربلوا المكونات الجافه في الانواع هذه تاع الحلويات مسبقا. هكذا نغربلوهم، نحكموا الصحن هكذا، راح نحط هذه المواد جانبا. الخطوه الثانيه اللي لازم نحضروها، راح ناخذ الصينيه وناخذ ايضا ورق الطهي. بالنسبة لورق الطهي كما راكم تلاحظوا لما نحطوه في الصينية لاحظوا يعاود يرجع، يعني ما راحش يخلينا نخدمه براحتنا. راح ناخذ كمية صغيرة من الزبدة، راح ندير قليل في كل الزوايا هكذا، يعني كمية خفيفة فقط ما تكثروش هكذا، ونحكم ورق الزبدة نتاعنا، نحطوه نجهزوا الصينية تاعنا هكذا ونحطوها جانبا. بهذه الطريقة راح تخدموا براحتكم. راح نبدا الان نحضر في البسكوي. راح ناخذ الاربع حبات تاع البيض، اربع حبات. راح نضيف الان الكمية تاع السكر. بالنسبة للكمية تاع السكر بالكوب لاحظوا شحال لازم تكون، كما لاحظتوا الفارينة أو الدقيق لازم يكون معمر مليح، والسكر لاحظوا شحال يكون. الآن راح نضيف السكر وراح نخلطه بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف الحجم نتاعو. بعد ما يطلع المزيج نتاعنا الآن راح نضيف له الزيت تدريجيا. نبدأ الآن نضيف في الخليط نتاعنا تدريجيا، يعني ودائما نخدمه بطريقة التموج هذه. هكذا راكم تلاحظوا الملعقة تاعي راني ما خرجتهاش كامل، نخلوها دائما لداخل، يعني باه نبقاو محافظين على نسبة الهواء اللي راهي لداخل. هكذا بهذا الشكل راه كافي. الان ناخذ الصينيه نتاعنا نديروا فيها المزيج كامل في الوسط، يعني نقلبوا كامل المزيج نتاعنا بواسطه لاسباتول ولا اي عفسه عندكم. نبدا نمشي فيه، دائما نبدا في الاطراف، يعني نلحقوا العجين نتاعنا ولا البسكويت تاعنا للاطراف، من بعد نجبدوه للناحيه الثانيه ايضا هكذا، نطلعوه وفي الاخير نزيدوا نمشوه لاخر منطقه اللي مازال ما لحقش ليها العجين هكذا بهذا الشكل. هكذا راه كافي. راح ندخلها الان للفرن على درجه حراره 200 درجه، خليها حوالي 5 دقائق، يعني ماذا بكم ما تخلوهاش تطول بزاف في الفرن لانها رايحه تنشف. بعد اللي نخرجوا البسكوي تاعنا لاحظوا اللون تاعو كيفاه لازم يكون. الان راح ننزعوه ودائما يعني بالسكين ولا عاودوا تاكدوا انه ماهوش لاصق في الصينيه تاعكم. هكذا ننزعوه، راح نخليه الان على طاوله العمل تاعنا حتى يبرد تماما. يعني كي تخلوه على طاوله العمل اذا كان الورقه تاعكم لاصقه شويه، يعني البروده اللي راح تكون على طاوله العمل راح تساعد الورق باه ينتزع بكل سهوله. ناخذ ورق الطهي ثاني نحطوه في الاسفل، يعني وراح نقلب عليه الخبزه بهذه الطريقه.
لكن خلوها تبرد ما تكونش سخونة بهذا الشكل. الآن النقطة المهمة اللي يستعملوها أصحاب المحلات وشن هي؟ يحكموا الحلال بهذه الطريقة ويبدأوا يضغطوا على البسكوي هكذا بالحلال، نعاود له مرتين أو ثلاثة بهذا الشكل. الآن راح ننزع الورقة تاعها، ودائما كي تجوا تخدموا خدموا على الوجه الثاني، يعني هذا اللي تكون لاصقه فيه الورقة. راني حضرت القليل من الشربات، يعني غير بالماء والسكر، استعملت مثلا زوج ملاعق أكل من السكر مع نصف كأس صغير من الماء وخليتهم يغلوا مدة 5 دقائق فقط. الآن راح نشربها شوي شوي فقط الخبز نتاعنا هكذا. راح ناخذ الآن قليل من كريمة الزبدة. بالنسبة لكريمة الزبدة كنا حضرناها من قبل، راح نخليكم إن شاء الله الرابط تاعها في صندوق الوصف، يعني نديروا كمية قليلة فقط. أنا بالنسبة لي بسكوي رولي ما نحبش فيه الكريمة بزاف، يعني تكون الطبقة خفيفة هكذا. والزائد اللي يكون فيها دائما تخلصوا منه، يعني ما تخلوش فيها كمية كبيرة هكذا. وراح نضيف لها أيضا طبقة من المعجون أو المربى. بالنسبة للطريقة اللي الحين تخدموا بها، حبيتوا تخدموه يعني بهذه الطريقة أو ندور بهذه الطريقة وندوره، أنا راح نخدم بهذه الطريقة أحسن هكذا. شوفوا نديروا غير شوية فقط هنا، يعني ما نمشوش بزاف، ونزيد هذا الشكل هكذا. انا النوع اللي حبيت نخدمه يعني كي وصل هذا الحد هنا هكذا بزاف عليه. كاين انواع اللي تحبوا ديروهم دور بزاف، وكاين بالطول. انا حبيت هذا نحضر به النوع اللي يجي بالطول، وايضا انا محضر واحد مسبقا يعني اللي عملته بالعرض. ناخذ الورق الاول اللي طيبناه فيه وراح نخليه هنا، من بعد ان شاء الله نرجع له. نعاود نولي للمنطقة المقابلة وراح نبدا ندور فيه، وبنفس الطريقة نحضروا القطعة الثانية، يعني نردوا الورق تاعنا لهنا، نحكموا القطعة الأولى فقط بيدنا، والقطعة الثانية يعني بالكوبات تاعنا نولي نضغط، باه كي يكون كاين عندكم الزائد الداخل تاع الكريمة أو المعجون يعني يخرج هكذا، حتى نتأكد أنها تزيرت مليح. بهذه الطريقة الآن راح نعاود ندوره أيضا، وراح ندخلهم الآن للثلاجة. بعد ما خليناهم مرتاحوا في الثلاجة، الآن راح ننزعهم الورق تاعهم، ننزعوا الأطراف. هذه القطعة راح نقسمها على ثلاثة، راح نديرو في الأول هنا، والقطعة اللي بقت لي راح نقسمها أيضا على اثنين. بالنسبة للطريقة تاع التزيين، تقدروا تخلوهم هكذا، ولا تعملوا لهم القليل فقط من السكر الناعم او القليل من الناباج، ولا تخدموا بالغاناش ولا السوبر كريم اللي يكون متوفر عندكم. انا الان راح نحكم اول وحده، بسم الله. دائما لاسباتول تاعكم في الماء الساخن وتنشفوها. نحكم اول وحده، نحكم قطعه ورق، ندير قطعه الورق هكذا، من بعد نحكم القليل من كريم سوبر تاعي ونعملها لهنا. يعني ندير في الاول دائما الورق، نعملوا لها الكريمه نتاعنا ولا الكاناش اللي قلت لكم اللي يكون متوفر عندكم هكذا، ونمسحوها كامل مليح. من بعد ننزعوا الورق تاعنا، يعني الخدمه تاعكم راح تكون نظيفه. لاحظوا النتيجة اللي تحصلوا عليها. راح نكمل نحضرهم كامل بهذه الطريقة. بعدين نكمل كامل الكمية، نحضروا كورني كيما هكذا، نعمروه الداخل بكريمة الزبدة، ونعمل فيه ثقب صغير، يعني راح نعمل خطوط فقط خفيفة. هكذا، حاولوا الخطوط تاعكم ما تقطعش،
هكذا نزيد هذه الناحيه بواسطه عود اسنان، يعني احنا نعمل خطوط بهذا الشكل. في الاخير نضيفوا القليل من الناباج كما راكم تشوفوا هكذا، يعني حاولوا ما توصلوش للرسم نتاعكم باش تبقى خدمتكم نقيه. بعد ما كملنا حضرنا الوصفه نتاعنا، شوفوا ما شاء الله النتيجه النهائيه اللي راحين تتحصلوا عليها. هذا النوع كنا حضرناه مع بعض، والنوع الثاني يعني قمت بنفس العمليه فقط عملت له السكر ناعم من الفوق. هذا حضرته خصيصا لليمة تحبوا بالسكر ناعم، يعني ما تحبش الكريمه من الفوق. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. وبالنسبه للمشاهدين اللي راهم يشاهدوا فينا لاول مره، نتمنوا انضمامهم للقناه بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.